هل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف زوجة وذرية؟ علي بن أبي حمزة البطائني قال: سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قلت له: يا ابن رسول الله، هل للإمام عقب؟ عقب يعني شنو؟ ذرية. الإمام إلى ذرية؟ قال الإمام عليه السلام: نعم. قال: سمعت من جدك جعفر بن محمد أن الإمام القائم لا عقب له. الإمام القائم ما إلى عقب. خليني أقرأ لك الرواية نصا. قال: سمعت جدك جعفر بن محمد يقول: لا يكون الإمام إلا وله عقب. ماكو إمام إلا وعند ذرية. فقال عليه السلام، قال الإمام الرضا عليه السلام: أنسيت يا شيخ أو تناسيت؟ أنت إما ناسي أو تتناسى. ليس هكذا قال جعفر، إنما قال جعفر صلوات الله وسلامه عليه: لا يكون الإمام إلا وله عقب، إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له. أكو عندنا عقيدة تسمى بعقيدة شنو؟ الرجعة. أول إمام يرجع إلى الدنيا ويحكم في الدنيا هو الحسين عليه السلام، والإمام الحسين كما أشارت الروايات. هذا اللي يطلع الإمام الحسين وذاك الإمام موجود، يا إمام مو الإمام الحجة، إلا هذا يقول له ليس له عقب. الرواية بيّنت لنا أن الإمام ليس له ذرية، ليس له عقب، هسه بزوجة أم بدون زوجة احنا ما ندري، أن الإمام القائم لا عقب له.